داخل هذه القاعة اجتمع العشرات من الشباب في برنامج إعداد أطلقته شركة آسيسيل بالتعاون مع المحطة، وذلك من أجل زيادة مهارات الشباب في ريادة الأعمال وتثقيفهم حول هذا الأمر. شركة آسيسيل في رعاية الشباب العراقي الكفو ودعم الاقتصاد العراقي انطلق برنامج إعداد بتمويل كامل من شركة آسيسيل وبالتعاون مع مؤسسة المحطة في محافظة نينوى. هذا البرنامج يهدف أو هدفه الأساسي هو تثقيف شبابنا اليوم حول مفاهيم ريادة الأعمال والتفكير التصميمي. أتاح هذا البرنامج مساحة واسعة لتعليم الشباب خصوصا بعد تحرير المدينة، وتعد مثل هذه البرامج فرصة جديدة ليكتسب أبناء المدينة منها خبرة تساعدهم في تنفيذ مشاريعهم وتحقيق أحلامهم. حقيقة هذه الورشة مهمة جدا للطلبة، حيث تفتح لهم آفاق جديدة في عملية التوظيف وعملية استغلال الإمكانيات البشرية لطلبتنا ولخريجينا، وهذا هو طبعا الهدف الذي تسعى إليه مثل هكذا ورش. المحطة واسس يلا من شافوا أنه أكو يعني ماكو عدد مدربين بداخل مدينة الموصل أنه حتى يوصلون هاي الأفكار وهاي الثقافة للطلاب الخريجين أو اللي حتى اللي راح يتخرجون عن قريب، ففكرت أنه تدرب عدد المدربين معسكر تدريبي خاص داخل مؤسسة المحطة، كان مستمر تقريبا لمدة 10 أيام إلى 60 ساعة. تساهم مثل هذه الورش في الأعمال الريادية التي ترعاها آسيسيل في تمكين الشباب من توظيف مواردهم البشرية وإمكانياتهم بطرق صحيحة، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التي يعملون عليها. كان لي فرصة كبنت شابة من مدينة الموصل أنها أكون أحد المدربين بهذا البرنامج بعد ما أخذنا تدريبات كلش كبيرة ومكثفة بالتفكير التصميمي وريادة الأعمال. اليوم إحنا نساعد الموصل بعد كل شيء تعرضت له أنه شباب يطلعون يبدعون. هاي الورشة أول ما مقدم من شركة آسيسيل، شكرا لهم على تعبهم معنا. أكيد هاي الورشة تعتبر أدوات كبداية لمشاريع ريادية لبدايتها، حتى واحد يطور من نفسه وبعدين يرجع يلتجه للمشاريع الأقوى. أنا من خلال هاي الدورة أكيد راح نطور نفسي من خلال الأدوات اللي خلينا طونية بالبداية حتى أستفيد منه بمشروعي أكيد وأطور من نفسي. هذا وتعيش الموصل موجة انفتاح على العالم، ويحاول شبابها اليوم مواكبة التطور الحاصل خصوصا بعد السنوات الصعبة الماضية التي عصفت بهم. من الموصل محمود الجماسة، قناة التغيير.